هذا في باركة في برسلان ركب في طريقة أول ركب بلاط في غارة بعدين في ركب طبطبة في غارة بعدين ركب في هذا بلاط هذا في طريقة أول في طبطبة بعدين ركب تحت غارة لازم طبطبة سوا سوا غارة بعدين في بلاط سوا سوا ركب في هذا ام سي غوي هذا في برسلان في 90 في 15 هذا في يجي فرق زيادة لكن هذا ركي فواصل بعدين ما يجي هذا فرق هذا سكيل بعدين يجي كويس ما في بلاط فوق تحت ما يجي هذا في طويل بلاط في يجي فرق لكن فواصل ركب هذا باركة بعدين ما يجي فرق كل نفسه يجي سيدا تو یہ ٹائل ہے اسے لگانے کا طریقہ یہ ہے ये अगर हम स्लिप लगाते हैं इस तरीके से तो इसमें बाद में ऊपर ऊंची नीची नहीं होती टाइल सब एक लेवल से हो जाती हैं तो ये हमारा लग चुका है पूरा ये लग चुका है पूरा तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए खुदा हाफिज़